علي الشعالي شاعر وناشر من الإمارات، وفي الأصل تخصصي هندسة مدنية، خريج جامعة الإمارات. لذلك أنا بدأت أتعاطى مع الكتاب والقراءة بعد ساعات العمل، ثم لما لقيت يومي مزدحم كثير قلت لا، خلي اليوم كله في مجال الأدب. يعني صباي كان في بداية الثمانينات ومنتصف الثمانينات، الاستماع لقصيدة أو لنشيدة أو لقصيدة مغناة كان هو من أكثر الأشياء الممتعة. لقيت احتضان من المؤسسات المحلية، الدوائر الحكومية الكبيرة والوزارات، جمعيات النفع العام كاتحاد الكتاب، ومؤخرا جمعية الناشرين الإماراتيين. العمل في مسارات متوازية، الكتابة والتحرير ضمن شركتي وأيضا التدقيق، أثرت تجربة بشكل عام. قدمت شيء من التنازلات أو التضحيات عشان أكون في هاي البيئة، هو ترك مساري الوظيفي في الهندسة المدنية، اللي يعني كما تعلمون دبي هي مدينة العقارات والمشاريع الكبرى، لكن أنا سعيد بهذا الخيار وغير نادم عليه. بدأت الكتابة في منتصف التسعينيات، وطبعت مجموعتي الشعرية الأولى نحلة وربابة في بداية 2000، ثم تبعتها مجموعات شعرية أخرى، وجوه وأخرى متعبة، دلوني على الكهف، للأرض روح واحدة. آخر أعمالي هو رواية بعنوان الحي الحي، رواية عن شخصية إماراتية وتمر بتقلبات وتحولات طبيعية عبر التاريخ. هي نشأت في زمن مفصلي بين الغوص والبحر والإمارات النفطية بلد الخير، والحمد لله دعيت للتحدث عن الرواية مع جمهور محلي وعالمي ضمن أنشطة مهرجان طيران الإمارات للأداب، وهذه فرصة أعتبرها جيدة لأي عمل ولأي كاتب. نطالع ونتابع أنشطة هيئة دبي للثقافة والفنون في مدينة دبي وفي الأحياء السكنية وفي الضواحي حتى البعيدة بإكبار وإجلال. نحترم هذه التجربة ونظن أنها تسير في الاتجاه الصحيح. إن كان هناك من أمل أو طموح، هو أن يمنح مجال الأدب والكتاب مساحة أكبر مقارنة بالفنون. إحنا دائما عندنا غيرة من أهل الفنون، نشعر أنهم ماكلين الجو عنا، فهذا كل شيء. وأسعد وأفخر أني أنا في دار النشر استطعت أن أقيم عدة مشاريع مع الهيئة، وأتطلع للمزيد إن شاء الله قريبا تسمعون عن المفاجآت.